سلام الحباب، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير مزيانين. كنتمنى من الله كاملين كاملين تكونوا لاباس، صحتكم مزيانه. مرحبا بكم معايا فيديو جديد اللي غنشارك معكم فيه التنظيف الاسبوعي ديال الغرفه ديال النوم، وغادي نعمل لكم فيه دويره خفيفه كنتمنى يعجبكم. اذا كان كيعجبكم هذا النوع ديال الفيديوهات خليوا لي لايك كومونتير باش هكذا نعرف نوع ديال الفيديوهات اللي كتبغيو تشوفوهم في القناه ديالنا واللي كتبغيو نبارطاجيهم معكم. بلا ما نطول عليكم الهضره نبداو الفيديو ديالنا. فبالنسبه للتنظيف اليومي فاللي فيه جباد جفاف يعني جماع الدار وهذا، فهداك الشيء كيكون كل صباح يعني كدور للدار كامله، البيوتا صاله سيجور كوزينه تواليت كل شيء. ولكن بالنسبه للتنظيف الاسبوعي فانا كان طريقتي هي كنبدا بالبيوت هما الاولين كنظفو مزيان، حيت كيكون التنظيف الاسبوعي كيكون زايد على التنظيف اليومي هكذا، حيت كتبدل فيه مثلا الكوفر لي كتسيق فيه المهم كيكون فيه تمارة زايدة على كل نهار. فبالنسبة للتنظيف الأسبوعي كما قلت لكم كنقسمو اليومين السبت والحد. عندك السبت مثلا فيه جميع ديال البيوتا ديال نبدل مثلا الكوفرليات، نزول داكشي اللي خصو يتصبن، زعما نبدل كتبدل الديكور كتبدل كل شيء. وبالنسبة للحد كنخلي الكوزينة الطواليت سياق داكشي ديال الميمان والحكام، يعني لحد انا عندي ديال الرغاوي بهذا المعنى. فما كتكون شي حاجه خاصها تحك ولا خاصها تسياق ولا شي حاجه كتكون نهار الحد، هذاك النهار اللي كنخاصو انا الحكام والسياق وداكشي. وبالنسبه للتنظيف ديال كل شهر هذاك عاوتاني كيكون زايد على التنظيف الاسبوعي، اللي كل نهار كنعمل فيه مثلا حاجه، فهمت؟ مثلا كنقسمو هذاك على 5 ايام ولا على 4 ايام باش كل نهار كنعمل فيه حاجه، باش هكذا كتحس براسك كتعطي كل حاجه حقها. حيت غير الكوزينه راه تبارك الله كدير لك نهار كامل، باش تبقى تحك لي ماشين وداك الشيء راه كتدير لك نهار كامل، هذيك بعدا ما نهضروش عليها قشوع وهذا، والبيوت حتى هما المريوات وهذا عليها كتنقسم على 5 ايام ولا على 6 ايام، المهم كنجهد شي راسي فيه باش هكذا كتسالي الشغل ديالو، كتحس براسك دارك نقيه وحتى تينا صحتك بقى، فهمت؟ امامي كتكون مثلا نايضه سخونه على شي حاجه مثلا بقات حك 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 ضرب ضرب عاوتاني جفف عمل هذا، كتجلس صافي كتحس براسك عضومك طايحين، عضوم ديالك زعما طايحين عليك، كتعاوتاني خصك سيمانه باش ترجع القوه ديالك. العكس اذا قسمتي التنظيف ديالك على مثلا على ايام هكذا كتعمل شغلك وكتبقى لك صحتك كتبقى لك راحتك، يعني بزاف الحاجه. حيت اصلا شوفوا الشغل كما كيقولوا ما كيتقاداش، ولكن اذا عرفتوا تعملوا النظام في الدار ديالك فاكيد غادي يتقادى واكيد غادي دير تحت انتينا نفسيا وجسديا وكل شيء، فهمتوا؟ وحتى الانسان ملي كتكون دارو نقيه كيحس بالراحه سبحان الله، عليها التنظيف واخا فيه تماره ولكن في الاخر ملي كتجلس وكتشم داك الريحه النقاوه وكتشوف غير داك الحاجه كتبري كتقول الله دابا نشرب كميه القهوه ديالي وانا مرتاحه. وحتى ملي كتقسم الشغل كتحس براسك انتينا كتعمل الشغل ووقتك كامل باقي لك، مثلا تخرج فيه تخدم فيه تنعس فيه تجلس على راحتك عنتينا وراسك، يعني بزاف الحاجات ما كتحسش بالنهار كامل مشالك في الشغل وفي الليل صافي كطيح مدقدقه، يعني كل حاجه بالبروغرام ديالك كتكون ماشيه مزيانه، لا بصحتك لا في نفسيتك لا في وقتك لدارك، المهم اي حاجه كتعملها الوقت كتعملها البروغرام ما كتحسش بالثمره ديالها نهائيا. فبالنسبه لطريقتي في التنظيف كما شفتوا معايا في الفيديو كنبدا باول حاجه كنزول الكوفر لي الخشاوات ديال المخاد داكشي اللي خصو يتصبن كامل اللي كنا كنستخدمو هذاك الاسبوع، وكندوز بسبيراتور على تدولي على المطلع على مر المطلع القناه ديالها، المهم فما بان لي خصني ندوزها كنعرف يعني ديك البلاصه مثلا كتجمع الغبره ولا شي حاجه كندوزها، كنقي مزيان مزيان من الغبره وفغيم كطلع غبره اللي مثلا اذا كنت غادي تنفض بشي حاجه ولا هذا الغبره كطلع للجو عاوتاني كتهود فيها، ماشي بحال مي تأسبري الحاجة يعني كتحيدها تماما. موراها كنمسح الكوكيتات، مسحتهم بالماء ديال الزاج حيت ديجا الماء ديال اللوح تقادالي، ولكن كيجوني انا عندهم نفس اللي فيه في التنظيف، لا بالنسبه للبريو اللي كيخليو ولا بالنسبه للرائحه اللي كيخليو، كيجيني انايا نفس الشيء، غير اخرى كتكون في القهوه مصور فيها اللوح واخرى كتكون في مصور فيها الزاج، هادشي اللي كيبان لي انا. اذا كان عندكم نفس الراي كيبان لكم قولوا لي، ما كان عندكم كيبان لكم شي اختلاف اولا ديجا كتعرفوا كاين زعما
اختلاف مثلا، يقدر اللوح مع المده يوقع له شي حاجه ولا هذا من ما ديال الزاج، حتى هو نصحوني به باش مبقاش نستعمل. وهنا دوست نمسح حتى الماريو، مسحته كامل، وكما كتشوفوا ما جبرتش فيه الغبره نهائيا، العكس ديال الكوكيتات كانوا مغبرين شويه. ودوست المرايه اللي عندي معلقه مور الباب، هذه المرايه هذه خديتها من مرجان، كتجي طويله، كتجي معلقه مور الباب، ما كتاخدش اسباس، على حسب انايا ما عملتش الكوكيته ديك الكبيره اللي كتكون ديال المكياج ولا هذا، على حسب عندي طبقه في الماريو ديال المكياج، وما بغيتش انني نزيد ندحس البيت بلعه ديال الكوكيتات، قلت نخلي ما قل ودل باش كتشوف يعني البيت خاوي. هو صراحه الاساس كي زي المنظر ولكن كيضيق المسافه، يعني كل ما كانت البلاصه ليسباس ديالها كاين خاوي يعني مكترش من الاساس، كل ما كتبان لك الحاجه مزيونه وسهله في التنظيف وسهله حتى في الشوفه، ما كيبانلكش يعني البيت عامر عامر لوح عامر بياس، فهمتوا؟ ما كتجيكش ديك الطيقه. ودوزت هنايا من بعد ما مسحت الغبره ونفضت وكل شيء، وصلت النوبه ديال الدوش. الدوش فريمون عندي ملون، داك البلعه ديال البرودويات والشكل ديالهم هكذا كيجي مخربق، كيبين لك واخا كتحك وكل شيء كيبان لك الدوش ملون. انايا غادي ننظمه معاكم بالشبيكات وغادي تشوفوا معايا كيفاش جا في الشكل ديالو النهائي. فاول حاجه عندي هاد المرايه هادي مع الدخله فوق لافابو، هنايا فين كنعمل المكياج وكل شيء، يعني هاد البلاصه هادي خلاتني نستغني على البلاصه ديال الكوكيته الكبيره، ما كنحتاجهاش نهائي يعني، عليها قلت لكم عندي بلاصه ديال المكياج في وسط الماريو، والبلاصه ديال اللي كنعدل فيها وداك الشيء جات هنايا في التخيله هذه ديال الباب. عندي هذيك المرايه كبيره كيبان لي فيها زعما كل شيء، وهنايا عندنا المرايه الصغيره. ملي عملنا المرايه الكبيره اللي وريت لكم في الدخله ديال الدوش، هذه كنحتاجها انا زعما 99% هذيك الاحتياجات ديالي انا اللي كنبقى واقفه تما بزاف. وهذه زاد الزوج ديالي فكره ديالو، قال لي زعما اذا بغى مثلا يحسن وجهه ولا شي حاجه كيحسن هكذا كيطيح داك الشيء على الدوش، ما كتبقاش مثلا مورا ما يحسن وجهه خصك نحك لافابو بداك الشعر زعما هذا اللي كيطيح ولا شي حاجه، يعني ما كتروش الدنيا نهائيا. مع هاد الدوش هذا عندنا فيه الميال مزيون، زعما المعلميه خدموا له الميال ديالو بالمزيان، يعني ان فوا مثلا يحسن وجهه ولا شي حاجه كتكب بالماء كيهود داك الشيء، يعني ماشي مثلا كتبقى خصك تمسح خصك العك ديال لافابو. كنا الصراحه في لافابو كيعكس انه يحسن في الدار، خصك عاوتاني تمسح المرايه تغسل لافابو، المهم تمرة مول حسنة. اللهم دابا صافي كتشوف وجهك هكذا نيشان واقف، كتقضي الغلط ديالك، كتكب بالماء صافي، ما كتبقاش تحرق راسك. وهنا هذا واش اللي جبني قلت لكم ديجا كان ملون كما شفتوا معايا بالبرودويات تما عرام وكل شيء كيبان داكشي ملون، واخا نقي نعوض فيهم. فزولتو ضربت لواحد الحكه، رجعت البرودويات كاملين في جوج ديال الشبيكات، وتبارك الله هزولي هزولي ديال المعقول، وكتبان الحاجه مجموعه وحتى مثلا سهل في الاستعمال. كتجبد الحاجه، كتجبد مثلا الشبيكه، كدوز منها الحاجه اللي باغا وكتعاود دفعه صافي كترجع من بلاصتها، ماشي بحال مثلا مي كان عندي قبل كنت مثلا بغيت مثلا جبد شي برودوي ولا هذا خصك تفتح الطريق باش تدوز له. كما شفتوا كان كاين عندي داكشي مراون في هذا التنظيم، هذا بان كلشي منظم كلشي معوض كلشي هو هذاك 5 5. بالنسبه للشبيكه الاولى عملت فيها داكشي ديال الشامبوانيس البلسم وهذا، والشبيكه الثانيه عملت فيها داكشي ديال الجيل نيتوايون ديال القماش، المهم اي حاجه كنستخدمها يعني للوجه للجسم. عملت تما حاولت انني ننظم الشبيكات، واحده نعدل فيها كما قلت لكم الحاجه اللي كتستخدم الراس وهذا، وواحده نعمل فيها الحاجه ديال الوجه الجسم المنمر الدوش اللي داكشي اللي كنستخدموه، يعني حاولت انني ننظم بالشبيكات هاد الجوج هادو، واخا صراحه ما كفاونيش ولكن كومون احسن من كما كان قبل داكشي هكذا محطوط مرون، فهمت؟ كتعكس انك تجبد الحاجه والله الا. ايوا كنتمنى يكون عجبكم هذا التنظيم هذا، واذا عندكم شي فكره اخرى للتنظيم زعما فيدوني بها نجربها ونشاركها معكم وتقول لي رايكم فيها. من بعد ما نظمت البلاصه ديال البرودويات كما شاركت معكم، دابا غادي ندوز نعمل واحد الحكه فعلى تركه ندوش. فاول حاجه كنبدا بها انايا في التنظيف ديال الحكان هما القناتي، حيت القناتي كما كتعرفوا هما اللي كيجمعوا الغبره اكثر من الوسط، كيجمعوا الوساخ ولا شي حاجه، فكنبدا بهم.
فهنا رشيت الو، كما كتعرفوا الو منظف قوي بزاف، كترشو كتبدا تحك، وهذا داكشي اللي الصفوريه اللي كتكون ولا شي حاجه كامله كطير. فمن بعد ما رشيت كبيت الرغوه وبقيت كنحك كل شيء، الحيوطه، الباب، الارض، كل شيء حكيته مزيان مزيان. صافي ملي كتشوف كل شيء ولا كيشعل كترش الماء وكتخليه يبس. وهنا من بعد ما ساليت التشفاف ديال البيت، عملت زولت الغبرة، مساحت كل شيء، خليته نهار كامل تقريبا يتشمس مزيان. مع انا تبارك الله الدار هذه اللي خديناها فيها الشمس كاملة تبارك الله، وهذه احسن حاجة تكون عندكم في الدار ديالكم هي الشمس، ما كتبقاو تخافوا لا مغمولية لا حتى شي حاجة. وهنا شاركت معكم الشمس اللي كتدخل لي الدوش ديال بيت النعاس، هذه هي اللي شجعتنا بزاف اننا نفتحوا الدوش في وسط المريو، حيتاش عارفينه الشمس كتدخل له يعني ما نخافوش مره من البروده ولا الغموليه ولا شي حاجه. العكس ديال مثلا اللي كيفتحوا الدوش في البيت النعاس وكيكون ما فيه شي شارجيم ولا التهويه ولا شي حاجه، فكيعملوا خطأ كبير، حيت مع المده غادي ضروري غادي تشموا ريحه الغموليه وريحه البروده، واخا تضربوه كامل بالزليج فريحه البروده كتخرج للبيت وما كتبقاوش تقدروا تنعسوا في البيت، خصوصا اذا كنتوا كدعانوا من الحساسيه ولا شي حاجه فغادي تمحنوا بزاف. فنصيحتي اذا ما كانش عندك التهويه او لا الشمس يعني ماشي غير التهويه تكون كتدخل لك الشمس الدوش، فمن الاحسن ما تفتحوش البيت نعاس، خليو البيت نعاس ديالكم زعما ما فيش الماء، فهمتوا؟ فاذا كانت عندكم شارجم كبير وكيدخلكم الشمس وكل شيء، فاحسن حاجه هي تكون البلاصه ديالك فيها كل شيء، يعني مثلا تفيق من النعاس الدواش تخرج، ماشي مثلا الدواش تخرج من الطواليت اللي كتكون عندكم رئيسيه على الدواش، عاد فهمتوا طواليت وحده في الدار كتجي صراحه صعيبه خصوصا في الدوش. وحتى من قسمنا الشافجم يعني دخلنا نص ندوش بيت ناس ونص خلينا، حيت انا ديجا شاركت معكم الطواليت ديالي كيفاش عندي، يعني كيفاش الفكره انني قسمتها، فحتى ديك الطواليت اللي بقات كبيره حتى هي كتدخل للشمس، حيتاش كما قلت لكم هاد الدار هادي كتميز بمشمسه بواحد الطريقه واعره بزاف، جات كامله كدور عليها الشمس، يعني كل مره فاين ما كاينش شي بيت اولا شي بلاصه ولا هذا ما كتوصلهاش عندي الشمس في الدار، الحمد لله على هاد النعمه هادي. كما قلت لكم من بعد ما خليت نهار كامل الدنيا تشمس وتهوى على خطره عاد نوض تفرجتو مع ديك الجويه ديال المغرب، يعني حتى كتمشي بحال الشمس مره عاد نوض بديت كنفرج فيه كنعمل له الغشاوات جدادين وهذا، ولمضتو مزيان مزيان يعني كل حاجه رجعت للبلاصه، كل حاجه مسوحه، النسمه ديال النقاوه كتحس بالنفسيه تغيرت لك صراحه، النقا والله ما كاين بحالو. وهنايا كنوريكم الشكل النهائي من بعد ما طاح الليل، جعلتكم الاضواء باش نشارك معكم الشكل النهائي كيفاش نوى كيفاش كيبان داكشي كيلمع كيبري، كل شيء رجع جديد كل شيء رجع نقي. ونخليكم على الشكل النهائي ديال الغرفه ديال النوم، ما تنساوش اذا عجبكم الفيديو تخليوا لي لايك وكومونتير مزيون بحالكم، ومع السلامه الى الفيديو المقبل ان شاء الله. كنتمنى هذا الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم. يا ليلى وصلت على نيو